إذا دارت بيك الأيام وفلست راح تكتشف حقيقتين مثل ما أنا وغيري من المفلسين اكتشفوا. الحقيقة الأولى أنه معظم الناس اللي حواليك راح يتركوك ويتخلوا عنك دغري، يعني راح تستغرب يا جماعة، طيب طولوا بالكم شوي، طيب اقعدوا اشربوا شاي، ما في لا شاي ولا قهوة. راح يبقى حواليك صنفين من الناس، الصنف الأول اللي هم حبايبك وقرايبك ممكن يظلوا حواليك يعني مجاملة، لكن بعد فترة راح يلحقوا ربعهم ويتركوك. الصنف الثاني هم القلة القليل من الناس اللي بيحبوك وبريدوا لك الخير وممكن يوقفوا معك. فهؤلاء إذا كنت أنت محظوظ، يعني محظوظ جدا، راح يكونوا اثنين أو ثلاثة، وإذا كنت مو محظوظ ممكن يكونوا واحد أو يمكن ما في ولا واحد. ولكن راح يظهر على السطح صنفين من الناس جداد بحياتك. الصنف الأول اللي هم المفلسين القدامى، يعني لما كان معك فلوس ما كانوا يتقربوا منك، لكن لما فلست صاروا مثلك، فراح يتقربوا منك وتصيروا شلة واحدة على مبدأ يعني يلي مثلي تعلى عندي وانا عليك داير. الصنف من الناس، الصنف الثاني اللي هم الصدمة، فهذولا اللي هم من الناس اللي تركوك، فراح يحاولوا يظلهم يتواصلوا معاك ويسألوا عنك كل فترة وفترة، ولكن من بعيد لبعيد، لتكتشف لاحقا انهم هذول الناس بيكرهوك جدا ومبسوطين انك فلست، ولكن تواصلهم بس ليتأكدوا انه الأزمة اطبقت عليك او قضت عليك، اجهزت عليك يعني على طول، يعني بيظلهم يتواصلوا عشان يظلهم متأكدين انك بعدك مفلس، لانه اذا صابك اي نوع من التحسن راح يمرضوا، والله العظيم مثل ما بقول لك يعني عن خبرة. هذا الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية، ولكن قبل لا أقول لك الحقيقة الثانية، يعني لا تسوي فيها صعبانيات ودراما ومسلسلات أنه شكرا للظروف اللي خلتني أكتشف حقيقة الناس وما إلى ذلك. لا يا حبيبي، أصلا أنت ما أخطأت باختيارك الناس اللي حواليك، الناس كلها هيك، حتى أنا وإنت وكل الناس هيك يعني. فهذا بيقودك أنك تكتشف الحقيقة الثانية. الحقيقة الثانية أنه أنت راح تكتشف أنه معظم الناس أو كل الناس في الدنيا العلاقة اللي بتربطهم عبارة عن مصالح، لا حب ولا عواطف. فالدنيا كلها علاقتها بين بعضها بتربطها مصالح وفقط وبس. فأنت إذا الله سبحانه وتعالى يسر لك مرة ثانية وقدرت توقف على رجليك، بدك تبني علاقاتك الجديدة بناء على هذه الحقيقة اللي عرفتها، بناء على المصالح، لا حب ولا عواطف مشلخة ولا أصخام. ففي تنويه صغير بدي أنوه عليك، إذا الله سبحانه وتعالى يسر لك ورجعت وقفت على رجليك مرة ثانية تواصل معي، لأنه بهاي اللحظة أنا الإنسان الوحيد اللي راح أكون بحبك وبموت عليك وذايب بغرامك. إذا مش مصدقني كيفك؟